لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Today we return to you again with simulated work which is distributing the blankets for the poor people here in countryside. Just a short thank you for Eid Convoy and Iron Eid to helping us. وجزاكم الله عنا كل خير. نفعه عما البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر.